في ضغط اجتماعي كبير بنعيشه، انه الشباب اصبحوا اقل رفاهيه وسعاده بما يعرف بازمه منتصف العمر المبكره بحسب تقرير السعاده العالمي لعام 2024. لكن سؤالي هو، هل يصاب بها الجميع؟ يعني هل كلنا يجب ان نمر هو حاله طبيعيه انه يمر فيها الانسان، ولا بعض الناس يعني هي الى درجات سيدات ولا الرجال اكثر؟ ايه هلا هي الى درجات، ممكن سيدات ممكن رجال حسب الحاله النفسيه او الاجتماعيه اللي عم بيعيشوها. بس نحن هلا اذا لاحظنا خاصه المراهقين عم يعيشوا بنفس المرحله او نفس الجيل اللي عاش عده ازمات، منها ازمات الحروب المناخيه، الازمات اللي مرت فينا كازمه كورونا. فهي الاشياء كلها اثرت بالمجمل لحتى اعطتهم تاثير مثلا بالاكتئاب، تاثير لانه بالاخر عم بتاثروا، هذا الجيل عم بتاثر. وهذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي متهم اول في هذا الموضوع، لانه جعلتنا نشعر انه لما نشوف الناس كيف عايشين معناته احنا متاخرين، معناته احنا ما انجزنا، لم ننجح. اذا هنا بابدا من العزله الاطفال دلوقتي كل واحد في اوضته، كل واحد بياكل مع الموبايل بتاعه، لا بيخرجوا الطبيعه، لا بيشوفوا تجارب الناس الحقيقيه، كله الفيك اللي على السوشيال ميديا، وقاعد طول النهار هو وجهازه لازم هيكتئب. ويمكن حتى الغذاء الغذاء والسهر دي حاجه تانية لو اتكلمنا فيها، صحيح ده يؤدي الاكتئاب في الاطفال. صحيح.